الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. المفسرين قالوا الطهارة ليس فقط طهارة معنوية ولكن أيضا طهارة مادية، لذلك حنبدأ بموضوع النظافة. كيف تنظف مساحة ضخمة بهذا الحجم وأعداد بالملايين قاعدة تيجي المكان ومكان لا يغلق أبداً؟ يعني إحنا أغلب الأماكن حول العالم متى تنظف؟ لما يمشوا الزبائن، كيف يتم تنظيف مكان لا يغلق 24 ساعة في اليوم 365 يوم في السنة؟ طبعاً كان لي الشرف الحمد لله بفضل من الله أنه أنظف المطاف مع عمال النظافة ومع المشرفين. أحسن فينا روسا؟ لا لا، هنا 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 ما في زحلق. طب أنت ما في شراب أنت؟ انت دكتور؟ ما شاء الله. حنبدا قريبا تنظيف الساحه باذن الله مع الفريق كله هنا. اهلا وسهلا. هلا هلا هلا. يلا انا وراك وراك. يلا يلا يلا. اصلا ما تسا فينا مويه بس سويه كده. شوف صح. ايوه اصلا مويه فينا كده مصا سوية كده سا. لما دخلنا طبعا موضوع حتى التفاصيل، يعني كذا مرة واحد من العمال يصلح لي مسكة المكنسة لها طريقة، متى تمسك باليمين، وبعدين لما يحولوا تلاقيهم حولوا اليسار لليمين. الميلة حقت المساحة لما بيمسحوا في ميلة معينة لازم يكونوا عليها علشان الموية لا تمشي على اليمين. هيا 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 مس هر. فهمت النظام انا. ما اعرف الكاميرا بس انا فهمت النظام. لازم جري حبه حبه شوي 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 شوي. يا حيا ما صبر بدري. يا مصا يلا استعجل. ها انا تعبت في النص، يعني في النص تعبت شوي احيانا. يا مصا رياضة يا شاه. الجهد يعني هي تبان أنها تسلية ولكن جهد كبير بيقوموا فيه علشان يخلصوا في المدة المطلوبة. أحياناً بيجروا عشان يسرعوا لأن هم المساحات شغالة وراها السيارات. شوف بعدين ما نقدر. بس ما شاء الله رياضة انتوا مزبوط. انتوا ما في تعب ما شاء الله ما شاء الله. انا اتعب والله. تمام. جزاك الله خير. يعطيكم الف عافية. جزاكم الله خير مرة شكرا. يلا. بس انا شفت انت مرة كويس. كويس الحمد لله. وانت مرة ممتاز. انت مدير ممتاز. طيب خلصنا، شوفوا كم اخذ وقت كل الموضوع. اتنظفت المطاف كله، مساحة ضخمة. يوجد عشرات الآلاف من الناس قاعدين يطوفوا وتم الموضوع بسلام وبانسيابية. وخلال حتتحط على الشاشة دحين المدة 25 دقيقة نص ساعة 20 دقيقة مدري. هذا الاهتمام علشان الناس لما تطوف تطوف في نظافة وفي طيب. الموية حاطين فيها موية ورد، وبالمناسبة بنظفوا بموية عضوية ما هي كيميكلز أو كيماويات، ما تضر الجلد، ما تسبب حساسية للعين. فالكل دحين اللي قاعد يطوف قاعد يشم ريحة ماء ورد. اهلا وسهلا. ما في جزئية في الحرم الا بتتنظف. اي مكان تتخيلوه في 1800 عامل نظافة، 40 سيارة كهربائية، 60 آلة لتنظيف الساحات، 2000 حاوية في داخل وخارج الحرم. الأرضيات بتتنظف، الأبواب، الأعمدة، المنارات، الأسقف، كل مكان بيتنظف. وفي مكان مرة مهم أنه يتنظف كمان وهو السجاد في الحرم. مع التوسعة الجديدة في 40,000 سجادة، لو انفردوا كده وراء بعض أطول من المسافة بين مكة وجدة. كيف يتم تنظيف هذا السجاد والعناية به؟ مرحلة إزالة الغبار والنبش. تعرف لما الواحد ينفض كذا السجادة، هذا نفط ولكن نفط آلي. مرحلة الغسيل، يتم غسل السجاد بالموية وبعدين بالصابون، وبعد الصابون يتم غسله مرة أخرى بالماء.
مرحلة التجفيف، ماكينة مخصوصة لتجفيف السجاد. طلع لين آخر نقطة يعني. كده خلصت. طبعا هذا التجفيف الأولي لما نفتح. ايوه هي كده في زر لازم نضغط، ما علينا. فهذا التجفيف الاولي. المرحله الخامسه مرحله النشر، يتم نشر السجاد في الهواء الطلق علشان ينشف بالكامل ويذهب للمستودعات. وقبل عمليه التخزين يتم عمليه كنس علشان لو في غبار في نمش باقي يخلصوا عليه. بعدين مرحله التخزين، هذا المستودع يسع 15,000 سجاده تغلف جاهزه للذهاب للحرم عند الحاجه. بعد تنظيف السجاد في عملية التعطير، يتم تعطير كل سجاد الحرم بماء الورد، وهذه عملية تتم بشكل يومي. في ربط واضح جداً وثيق بين الرائحة والخشوع، يعني أنت لما تيجي تسجد وتشم رائحة ماء الورد في السجاد، هذا الربط يساعد في موضوع الروحانية. الله يكرمكم، حتى يعني موجود أحياناً بعض المساجد الغير معتنى فيها، كلنا نعرف لما الواحد يسجد وفي ريحة يعني شيء مخمج أو ريحة شراب أو صح؟ هل هذه بتساعد على الخشوع وانت في نص السجود وقاعد تشم روائح؟ لا. وهذه واحدة من الأهداف الرئيسية لكل شيء بيصير في الحرم، أنه يساعد الزائر أنه يصل إلى الهدف اللي هو جاي له. حتى الهواء، مو بس السجاد، حتى الهواء يعطر بالبخور، الكسوة تعطر، حجر الأسود يعطر، كل مكان يعطر. واحدة من أهم الخدمات اللي تقدم في الحرم موضوع الحمامات لخدمة كل هذه الأفواج الضخمة. يعني تخيلوا في الحرم مع التوسعة في 13,000 حمام تنظف 4 مرات في اليوم، وأغلب هذه الحمامات تحت الأرض. كل الحمامات مجهزة بمراوح، بعلامات المخارج الطوارئ، بالناموسية، والآن أضافوا الجهاز ده. إيش بيسوي؟ بيضخ مادة عبارة عن بكتيريا نافعة تتغذى على البكتيريا الضارة المسببة للروائح الكريهة، فتطلع ريحة عطرة للناس.